حبيبي انت هنا؟ يا حبيبتي لسه راجع. بقول لك ايه؟ انا عايزك تغمضي عينك. غمض عينيا. غمضي بس. اهو. اوعي تفتحي. فتحي بقى. او ماي جاد. ايه ده؟ حلو قوي. بس ايه المناسبة؟ المناسبة اني بحبك. يا روحي انت. ربنا يخليك ليا. بقول لك ايه صحيح؟ ايه؟ انا حجزت لك عند دكتور بيقولوا عليه شاطر قوي. يعني نروح نطمن عليك. لا حلو. حلو قوي على فكرة. انا قلت كده برضه. هياكل من صباعك حتة. اخبار حازم ايه؟ طلع من المستشفى ودخل على اوضته. وليه خرج على طول كده؟ كان استريح شويه. انت عارف حازم دماغه ناشفه. هيعملوا برضه الفرح؟ بيقولوا، بس انا شايف انه مش قادر. اكيد مش عايز يزعل الست فاطمه. مروه انا مش عايزك تزعلي من الكلام اللي قلته لك امبارح، وعايزك توعديني كمان ان حصل ده مش هيتكرر تاني. أرجوك يا أشرف، أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده تاني، بس أنا عايزة أعترف لك إني غلطت لما خبيت عنك. أنا آسفة. مساء الخير يا فريدة هاني. مساء الخير يا عصمت. أول مرة ما تتجمعوش على الغدا. معلش يا عصمت، النهاردة أجازة عشان ظروف فرح حازم. ألف ألف مبروك. ربنا يتمم بخير إن شاء الله. ربنا يبارك فيكي. ما تأمرنيش بأي حاجة. يا ريت بقى تعملي فنجان قهوة مظبوط. بس كده؟ من عينيا الاتنين. ومفيش حد هنا ولا إيه؟ مفيش غير الأستاذ أشرف وفوق في أوضته. كيف؟ اوكي. ايوه يا رياض، شفت وصل البيت بتاعها ايه؟